KPI قياس مؤشرات الأداء من أكتر الجمل اللي تم استهلاكها في اجتماعات الشركة، لكن عشان تنجح في أي حاجة لازم تقيس الأداء هو ماشي في الاتجاه الصحيح ولا في الاتجاه الغلط، وقياس الأداء مش للموظفين فقط، لكن كمان للشركات سواء صغيرة أو كبيرة، فلازم تفهم المصطلحات الصغيرة دي عشان لما تقعد في أي اجتماع تبقى جامد. يلا نبتدي حلقة النهاردة ونقول بسم الله. الكي بي اي او مؤشرات الاداء من اكتر الجمل اللي تم استهلاكها جوه شركات مؤشرات الاداء هي أحد أدوات قياس وتقييم أداء الشركات، مش الشركات بس، لكن كمان المؤسسات الكبيرة والصغيرة، كل ده على المدى البعيد عشان نعرف إحنا وصلنا لإيه ونجحنا في إيه. مؤشرات الأداء زمان كانت بتفكر في أداء الموظفين بس، لكن كمان بتفكر في أداء الشركة في المجمل، بتفكر في أداء الشركة على خلال الفترة اللي إحنا موجودين فيها. على الشهر اللي احنا عايشينه، لكن كمان الكوارتر، السنه، على اداء الشركه في خلال ثلاث او خمس سنين احنا موجودين جوه الشركه، وازاي توصل لاهدافها واملها، يعني ببساطه كده لو انا عندي شخص بيقود سياره، بيتوجه من حته لحته، فلازم هو النهارده يعرف هو ماشي ازاي، قياس مؤشرات الاداء هي المايلستونز هي العلامات اللي بتبقى موجوده على مدى الطريق طول ما احنا ماشيين في علامات بتقولك انت متوجه من الطريق او على طريق زراعي او صحراوي بيبقى فيه بلوكات موجوده طول السكه بتحافظ عليك اللي انت تمشي في الطريق ده بشكل كويس وسليم وامن بيبقى فيه خطوط في الارض بتعرفك انت ما تطلعش بره الحاره بتاعتك بجانب كمان اللي انت النهارده جوه السياره بتاعتك في مؤشرات، مؤشرات بتقول انت ماشي على سرعه كام؟ في مؤشرات لدرجه الحراره، لو الحراره زادت او تعديت السرعه فهيديك الارم، يديك جرس يقول لك خلي بالك انت ماشي غلط، مش مهم بس اللي انا اوصل ما انا ممكن اوصل في الطريق الصحراوي او الزراعي واخد لي يومين، اخد لي ثلاثه، والطريق ده محتاج اللي انا اوصله في ساعتين او الناس كلها بتوصله في ثلاث اربع ساعات فالفكرة مش وصولي لهدف بس لكن وصولي امتى وفين وباي شكل وباي هيئة خلينا قبل ما ندخل جوه مؤشرات الاداء وكيفية قياسها لازم نعرف شوية مفاهيم اساسية عشان نبني عليها كلامنا من اهم المفاهيم الاساسية كلمة الاستراتيجية ببساطة كلمة الاستراتيجية هي الخطة الطويلة الامد قبل الاستراتيجية في التخطيط التخطيط هو نوعين، تخطيط استراتيجي وتخطيط للعمليات. التخطيط الاستراتيجي اللي انا النهارده افكر الخطه طويله الامد اللي انا اوصل لاهدافي واحلامي المختلفه. والخطه العمليه او اللي احنا بنسميها الاوبريشنال بلان دي الخطه اللي بتتم على ارض الواقع، التنفيذ الخطه الاستراتيجيه اللي انا اوصل لاهدافي بحيث اللي انا النهارده احقق كل مستهدفات الشركة بالشكل الأمثل بجانب كمان السوات أناليس تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية بشكل سليم قبل ما نخش وقبل ما نعمل أي قياس أداء بتاع الشركة بتاعتي الكي بي آي لازم ابقى أحدد الميشن والفيجن والفاليو القيمه والنظره المستقبليه بتاعت الشركه لازم ابقى محدد وعارف نقاط القوه ونقاط الضعف بتاعتي واعمل لها تقييم سليم لازم اكون راسم الاستراتيجيات وعارف الاهداف بتاعتي كل ده هيوصلني ان انا اقدر اعمل قياس مؤشرات الاداء الكي بي اي بشكل سليم وناجح خلينا في السريع نقول ايه الفرق بين الخطه الاستراتيجيه وخطه العمل بتاعه الاوبريشنال بتاعه التنفيذيه بتاعه الناس بتوع كل يوم ازاي يربطوا الصمويل ازاي يوصلوا لأهدافهم اليومية عشان نحقق اهدافنا الكبيرة بتاعة الشركة اللي هي الاستراتيجية الاستراتيجي بلان هي خطة من ثلاث لخمس سنين وفي بعض الكتب بيقولوا اللي هي ممكن تتعمل سنة ما عندناش اي مشكلة بس الاوبريشنال بلان لا تتعدى سنة وممكن تبتدي من اول ثلاث شهور الخطة الاستراتيجية هي بتتكلم ازاي احنا بنحقق اهدافنا بس الاوبريشنال بلان بتقول لنا لها ازاي؟ الاستراتيجيك بلان دايما بتفكر في المستقبل، الاوبريشنال بلان او الخطه التنفيذيه دايما بتفكر في النهارده، علشان كده الناس بتوع المديرين التنفيذيين دايما يفكروا في الخطط بتاعت اليوم بتاعت الاسبوع بتاعت الشهر. الاستراتيجيك بلان او الخطه الاستراتيجيه دايما بتفكر في التخطيط. لكن الناس بتوع التنفيذ في ازاي ينفذوا على ارض الواقع وعلى ارض الشغل بجانب كمان اللي احنا النهارده في الاستراتيجيك بلان اهدافها كبيره وواسعه والاوبريشنال بلان اهداف محدده واحنا عارفين رايحين فين وجايين منين طب خلينا نبص كده ايه هي الكي بي اي الكي بي اي هي قياس مؤشرات الاداء الكي بيرفورمانس indicator وانت كل ما تقعد مع مديرك كل ما تقعد مع ناس من المديرين الكبار او الاكزيكتيف او صاحب الشركه او الاونر او فيكلمك يقول لك ايه اصل الكي بي اي بتاعتنا كذا الكي بي اي بتاعت حضرتك لا مش على المستوى وناس كتير قوي من كتر ما استهلكوا ناس كتير قوي مش عارفه معناها مش عارفين ازاي يحققوها ولا ينفذوها جوه شركته خلي بالك ان في ناس كتير قوي فاكره ان الكي بي اي بتتم بس على الموظفين يعني اقيس اداء الموظفين الموجودين عندي في الشركه فقط لكن في ثلاث مستويات للكي بي اي. اول مستوى على مستوى الاورجنايزيشن، على مستوى الشركه، على مستوى اداء الشركه في المجمل. تاني حاجه قياس اداء بتاع القسم اللي انت موجود فيه مع فريق العمل. ثالث حاجه واخر حاجه قياس اداء الاشخاص الافراد. واذا ابتدينا من تحت لفوق هو الشخص هو اللي بيكون فريق العمل. فريق العمل هو اللي بيكون الشركه. على هذا الاساس لو الافراد نجحوا الاقسام هتنجح ولو الاقسام نجحت الاورجنايزيشنال الكبيره او الشركه الكبيره هتنجح وهتنجح نجاح كبير. طيب لو احنا حبينا نبص دلوقتي ايه هو البيرفكت كي بي اي؟ ايه احسن شكل من اشكال الكي بي اي اللي موجوده في الحياه؟ لازم الكي بي اي النموذجيه تكون مكونه من خمس حروف. اول حاجه كلير تكون واضحه قياس اداء ومؤشرات الاداء جوه الشركه تكون بشكل واضح تكون ريليفنت تكون لها علاقه متسقه وقويه مع الجولز بتاعه المؤسسه تكون افكتيف مش بس افكتيف لكن كمان تبقى كوست افكتيف يعني موفره وبتحقق اهداف الشركه الكبيره وبسعر كويس ومعقول من غير ما يبقى فيها اهدار لاموال المؤسسه رابع حاجه تكون متسقه مع الأهداف الأساسية بتاعة الشركة من أهم الحاجات اللي أنا أقدر أقيسها، ما أقولش كي بي آي وهمية وخرافية، عايزين نبقى أحسن ناس في الوجود، عايزين نبقى شاطرين، عايزين الناس تحبنا، عايزين العملاء تتكلم علينا بشكل حلو، مفيش الكلام ده، لازم أكون أقدر أقيسها وأقيسها بشكل واضح وصريح، فعلى هذا الأساس كي بي آي بتاعتي لازم تكون كريم، كلير، ريليفنت إيكونوميك، أديكوات، وأقدر أقيسها بشكل واضح وصريح، طب خلينا نبص ونعرف ايه انواع قياس الاداء المختلفة الموجودة في الحياة اول نوع اللي انا بقيس حاجة مستقبلية هقيس اداء الموظفين في المستقبل وده نوع كويس ولطيف يعني انا عاوز الموظفين بتوعي والعمال والناس اللي بتشتغل معايا يكون ادائهم المستقبلي واصل لاهداف معينه انا عاوز اوصل بيها بنهايه السنه. تاني نوع من انواع الكي بي اي بتكلم على السابق على البرفورمانس بتاع الشهور والسنين والايام السابقه وعلى هذا الاساس مش هقدر اقيم بيرفورمانس سابق غير لما انا اكون متفق ومعرف الناس بتاعتي المفروض انا هحاسبهم على لان اكتر غلطه الشركات بتغلطها اللي هي النهارده تيجي تحاسب الموظفين على حاجات وهي ما اتفقتش معاهم هم هيتحاسبوا على ايه؟ فتيجي للموظف تقول له انت كان ادائك سيء عشان واحد اتنين تلاتة ما قدمتش التقارير بتاعتك في الوقت المناسب، هيقول لك ما هو حدش قال لي ما حدش طلب مني، لو حد قال لي وحد بلغني انا هعمل انا هتاخر ليه؟ انا مش هستنى. ثالث نوع من قياس الاداء الكواليتيف اللي هو النوعي، والنوعي ده انا مش بحب القياسات النوعيه لان هو بيبقى سبجكتيف مش ممسوك بالايد، يعني عايز ابقى كويس. عايز الموظف بتاعي شاطر، عاوزه يبقى حبوب، عاوز العملاء تحبنا، كل الكلام ده ما اقدرش اقيسه بشكل واضح وصريح وصعب قياسه ونتائجه بتبقى فضفاضه بالنسبه لي. رابع حاجه الكوانتيتيف اللي انا اقيس بارقام، بريشيو، ببرسنت، بنتائج، بزيارات، بحكايات، بروايات. خامس قياس للاداء الافكتيفنس اللي انا النهارده بدور على الريزلتس، بدور على الريسورس بتاعتي وازاي بتوصلني لاهدافي بشكل مميز وكويس. الخلاصه ان انا النهارده عندي انواع كتيره قوي من الكي بي اي، بس اشهرهم القياس على المستقبل، انا عاوز الموظف بتاعي في خلال السنه اللي انا موجود فيها يؤدي اداء واحد اتنين ثلاثة وبعد نهايه السنه احاسبه على السنه اللي هو اشتغلها، الحاجات اللي احنا كنا متفقين عليها، هو وصل لايه فيها. والهدف من الكي بي آي اللي انا معلقش المشنقة للناس واقعد لهم انتوا عملتوا انتوا حلوين انتوا وحشين الهدف بتاعي ان انا اوصل لأهدافي القريبة والبعيدة للمؤسسة طب السؤال بقى هنا ازاي انا ابني KPI سليمة من اهم الحاجات ان في طريقتين اساسيتان لبناء الكي بي اي أول حاجه ان انا اجيب حاجة اتعملت قبل كده اجيب من الانترنت والانترنت مليان بس اللي يعرف يجيب ويدور فانا اجيب جزء الشركات اشتغلت بيه قبل كده واشتغل بيه، بس خلي بالك الطريقه دي ساعات كتيره قوي ما بتبقاش فعاله ونتائجها مش كويسه. تاني نوع هو نوع البرين ستورمنج اللي انا النهارده اقيف واظبط انا عاوز اقيس ايه ومحتاج ايه وابتدي اكتب الكي بي اي وقيس الاداء بتاعي بشكل كويس، بس انا لو انا عاوز اقول لك احسن احسن طريقه اللي انا اخلط الاثنين، يعني ايه اخلط الاثنين؟ يعني اجيب من على الانترنت وشركات موجودة في الحياة وابتدي اعمل لها تيلور وايفها واظبطها على اللي انا محتاجه جوه شركتي فانا على هذا الاساس هبتدي من حيث ابتدى الاخرون وهبني عليه من حيث اللي انا محتاجه هوصل لاهدافي وهعمل كي بي اي وقيس مؤشرات النجاح بالنسبه لي بشكل واضح وصريح وناجح فانا عشان اختار الكي بي اي السليمه ومؤشرات القياس السليمه والصحيحه لازم افهم أنا عاوز أوصل لإيه؟ لازم أعرف الفاليو بتاعت الشركة بتاعتي، الفيجن بتاعتها إيه؟ إيه الأهداف القريبة والقصيرة بتاعت المؤسسة؟ إيه المستهدفات اللي أنا عايز أوصل لها؟ على هذا الأساس هبتدي أشوف كمان الريسورس، الريسورس بتاعتي الموارد بتاعتي عاملة إزاي؟ عدد الموظفين بتوعي عاملة إزاي؟ وأبتدي أبني طريقة تحليل سليمة عشان أقدر أوصل لأهدافي، وعلى هذا الأساس هيبقى عندي كي بي آي مؤشرات قياس اقدر اقيس عليها بشكل كويس وعندي اهداف استراتيجيه وابتدي اربط الاتنين مع بعض واحطهم في كارت واحد احطهم مع بعض واقيس واظبط واوصل لاهدافي، يعني الطريقه الصحيحه لبناء الكي بي اي ان انا يبقى عندي بلانينج ان انا يبقى عندي كلير استراتيجيك بلان، افكار استراتيجيه سليمه، اعرف الريسورس بتاعتي عامله ازاي، اعرف الفاليو والقيم اللي انا عايز اوصلها للموظفين اللي موجودين عندي وبعد كده ابتدي اعمل شجره الكي بي اي شجره قياس الاداء بتاعتي اعمل سبيسيفيك ليست بالحاجات اللي انا هحاسب عليها الناس اللي انا محتاجها منهم واكتب من اهم الحاجات موضوع الكتابه مش بس كتابه لكن كمان اوزع الكلام ده واعرفه للموظفين في اجتماعات واعداد طويله يبقى انا خططت وخلقت كي بي اي او اوجدت كي بي اي سليمه ابتدي اوزعها وابتدي اخد راي الناس وافهمهم انا عاوز منهم ايه وكل واحد بقى يبقى عنده طريق يبتدي يمشي عليه بحيث ان النهارده اوصل لكل اهدافي واهداف الشركه. طب لو حبينا نعمل كي بي اي تري شجره قياس الاداء يبقى احط فوقيها خالص الاوبجكتيفز وبعد كده احط المشاركات بتاعتي والثيمز بتاعتي اللي انا عايز اوصل لها ورول ودور كل واحد من الموظفين هو بيعمل ايه جوه الشركه، وعلى هذا الاساس احط نقاط واضحه وصريحه هقيس اداء كل موظف ازاي. يعني الراجل بتاع خدمه العملاء انا عاوز منه ايه؟ الراجل بتاع المبيعات انا عاوز منه ايه؟ الراجل بتاع الشيكات انا عاوز منه ايه؟ الراجل بتاع المبيعات عايز منه مبيعات، عاوز منه زيارات. عاوز منه اداء معين الراجل بتاع خدمة العملاء عاوز رضاء وظيفي بالنسبة للناس اللي هو بيكلمهم يبقى مبسوطين من الشركة مشاكلهم محلولة كان مشكلة تتحل الراجل بتاع الحسابات وبتاع التحصيل عاوز فلوس اللي بره. عاوز الشيكات عاوز التحصيلات وكلها بالارقام وبالفلوس و بفيجرز مش مجرد بس اللي انا عاوز الم فلوسي من السوق لا ده انا عاوز الم فلوسي اللي هي واحد 2 3 على هذا الاساس هعمل حاجه اسمها بالانس سكورد يعني ورقه كده فيها الارقام وتقييمات كل حاجه من الحاجات اللي انا هقيس الاداء بتاعي للموظفين وللشركه والاقسام والتيمات المختلفة، كل ده عشان اوصل واقدر اقيس كل واحد من الناس الموظفين اللي جوه الشركة هم محتاجين ايه؟ هم هيمشوا على ايه؟ هم وصلوا للاهداف بتاعتهم ولا لا؟ فأنا عشان أقيم تقييم صحيح وسليم لازم أحدد الجولز الأهداف بتاعتي، هحط أنا إيه من عندي؟ الموظفين بتوعي الانبوت بتاعتهم إيه؟ والخطوات اللي أنا همشي عليها. رابع حاجة الأوتبوت، آخر حاجة الأوت يعني إيه الكلام الكبير ده؟ يعني أحط الأهداف. وبعد كده أقيس الريسورس اللي عندي والموارد الموجوده عندي جوه الشركه، وبعد كده أحط خطوات أمشي عليها، وبعد كده أقيس الإنتاجيه والبرودكشن اللي أنا اشتغلت بيه وطلعت بيه نتائج جيده، وفي الآخر أشوف الإمباكت اللي أنا وصلت له والأهداف أنا حققتها وفي اتساق بينها وبين الأورجنايزيشنال. جولز الاهداف الشركه ولا لا خلي بالك ان كل واحد فينا عنده اهداف وعنده تارجت والشركه عندها تارجت والموظفين والاقسام المختلفه كل واحد فينا عنده هدف على هذا الاساس لازم يكون التارجت بتاعنا ماشي مع الكي بي اي التارجت بتاعنا اقدر اقيسه التارجت بتاعنا لازم يكون له وقت محدد التارجت بتاعنا لازم يغطي البرفورمانس جاب الفراغ اللي موجود في جوه ادائنا بشكل او باخر التارجت بتاعنا في الكي بي اي اللي انا النهارده اوصل لبرفورمانس معين ينجحني وينجح شركتي طب خلينا نراجع كده طب البيز لاين القاعده الاساسيه اللي انا هشتغل عليها عشان اقدر اوصل لكي بي اي سليمه لازم احلل تحليل للبيئه الداخليه بشكل كويس اعمل تحليل للسوق اللي انا موجود فيه بشكل هايل لازم اعرف التاريخ بتاع الشركه بتاعتي التاريخ ممكن يكون ارقام التاريخ ممكن يكون موظفين ممكن اداء سابق ومن اهم الحاجات اللي انا احلل المنافسين بتوعي اللي موجودين في السوق بينافسوني وابقى شايفهم بشكل واضح او هتنسى تربط الكي بي اي تولز بتاعتك بالبرنامج اللي انت بتشتغل بيه جوه شركتك او السي ار ام اللي موجود جوه الشركه عندك برامج مختلفه بتقيس المؤشرات النجاح وتخلي كل موظف من الموظفين بتوعنا اللي موجودين جوه الشركه بيقدروا يعرفوا هم ماشيين صح ولا غلط على الطريق الصحيح. خلي بالك الكي بي اي بتبقى مربوطه كمان ابريزر بتقييم الاداء جوه الشركه بتاعتك. خلي بالك ان الكي بي اي هي الحدود اللي انت بتبقى شايفها طول ما انت ماشي اللي بتنور لك طريقك سواء انت ماشي الصبح او بالليل عشان تعرف انت وصلت لاهدافك ولا لا. الكي بي اي من الحاجات المهمه قوي اللي انت لازم تطبقها جوه الشركه عندك بحيث توصل لكل اهدافك اللي انت عاوز توصل لها باذن الله كل التوفيق والنجاح للجميع تحياتي لكم جميعا دكتور عطيه